زي ما انا قلت لك ما شفتش ما خدتش ما اعرفش شغل مسجلين بس دي الحرامية طبعا زي مسجلين ما يمكن يقولوا سرق الغاز انا تلميذ ومانيش استاذ بس ركز احنا بنقول السكران في ذمة الفايز وثلاث اشياء يمنعوا القطر اللاي والبوري والحبل يعديك لك طب احنا مش هنطول بقى وهتتدلع وهتحمل بدلالك وهتتصرف زي ما احنا لك من اول الدرامز والعاشق في جلال النبي بس المحصوص مرسوم في الكتابات دول اللي هيسمعنا يا سيد عرفت لك البلد في الكتابات اقسم بالله حب البلد كله ثلاثة ومعناها بالفرح لما انها بنفسه